إلى أول قصصنا المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، سأبدأ من آل مخلوف التي يمتلك رأسها رامي ابن خال رأس النظام بشار الأسد معظم الاستثمارات المهمة في سوريا، ليس أولها شركة شام القابضة وليس آخرها سيرياتيل. لكن الحديث اليوم ليس عن رامي المعروف، إنما عن أبنائه وتحديدا الصغير، هذا الصغير علي مخلوف، الذي يشارك يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات من حياة الرخاء التي يعيشها في دبي وغيرها من العواصم حول العالم. وكانت طبعا صحيفة دير شبيغل الألمانية تحدثت في وقت سابق عن تلك الحياة الفارهة، وبأن عائلة مخلوف قد اقتنت شققا فاخرة في موسكو العاصمة الروسية تبلغ قيمتها حوالي 40 مليون دولار بين عامي 2013 و2019، موضحة بأن ذلك يدل على أن العقوبات الأوروبية والأمريكية لا تقف في طريق العائلة، على اعتبار أن روسيا لم تفرض عليها أي عقوبات. في صفحته على إنستغرام مثلا ينشر علي يوميا صوره أثناء الرياضة والسباحة والتأمل وشرب الشاي والحفلات وغيرها من جوانب العيش الرغيد مع دستة سيارات يستعملها هنا وهناك، وتظهر في الصور والفيديوهات التي يشاركها يوميا والأنشطة البحرية، ويعني هذه الحياة الفارهة. ولكن آخر ما نشره علي كان هو ما جذب انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، ألا وهو فيديو حفلة عيد ميلاده التي أراد من خلالها أن يقول بأنه موجود في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، ووضع أمامه مجموعة من الأجهزة الإلكترونية التي يجري فيها اتصالات مع أصدقائه الذين احتفلوا بعيد ميلاده مدعيا التواضع. نتابع الفيديو. ست أجهزة تقريبا، يعني كانت ما كنتوش كمان بالضبط. هذا الفيديو يعني أثار الكثير من الاستياء والاستهجان من نشر طبعا الصور والفيديوهات لدى المتابعين على السوشيال ميديا، ويعني هذا الاستهجان منشأه هو الوضع المأساوي الذي يعيشه معظم الشعب السوري الآن سواء في الداخل أو في الخارج. ففضلا طبعا عن مشكلة الكورونا التي تعصف بالبلاد، تبرز مشكلة المعيشة والأسعار الخيالية التي ترافق كل شيء في سوريا حتى رغيف الخبز. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في تقرير الزملاء في سوريا ستريم. جهنم الحمراء، ما حدا بيقدر بياخذ بفايته. ما اشتريت شيء 20,000 ولا خلصوا فروج وشوية كوسة وشوية فريز، 20,000 ولا خلصوا. شو هاد وين عايشين نحنا؟ بأمريكا تعالنا. واضح انه الحكومه بديره والشعب بديره ثاني. إلى التعليقات التي جاءت على هذا الفيديو سواء في صفحة سوريا ستريم أو صفحة تلفزيون سوريا على فيسبوك، سأبدأ من أولها. براء يقول: لكل صاحب لابتوب بدك مين يفهم هالحكي من جماعتهم يلي نصهم مو شايفين لابتوب. أيضا تعليق لي السكاف يقول: أي تواضع يا زلمة، قدامه عفشة لابتوبات ب 5000 دولار. أيضا من التعليقات المنتصر يقول: لحد يقول رامي مخلوف هو نفس بشار الأسد، بس هو مدير أعماله.